تكمل شي دقيقه تكمل شي واحد تكزالي شي دقيقه الله يحفظك. السلام عليكم، انا اسمي عبد العزيز، ساكن في هذه المنطقه من 2018 و المنطقه دوحه الوفا اللي جايه في ظهر المرجان طريق الرباط. ودابا حنا كنطلبوا المسؤولين يعني يصوبوا لنا هذا الطريق، حيت راه دابا من 2018 راه معمره ما تصوب وكتزيد تفلس هذيك الطريق. يعني حنا كنطلبوا غير المسؤولين يجيو يعني يديروا يعني الواجب ديالهم، الله يجازيهم بخير، حيت دابا اللي كيدوز هنا كيهرس الحديد ديالو والامور يعني عمر ما جا شي واحد هنا يصلاح، ولا كاين شي محسنين كيديروا شويه الياجر، واحد يجي يدير شويه السيمه، ولا اني شهر شهرين راه صافي بحال اللي ما كاين والو. حنا نطلبوا يعني غير يديروا لنا هنا الزفت تكون يعني الامور بخير وعلى خير، ونطلبوا الله ان شاء الله يكون الخير. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. ديجا هضرت مع المسؤولين قلت لهم يجيو يصلحوا، ديجا قدمتوا بعض الشكاوى؟ يعني كاين شي ناس هضروا يعني مع شي مسؤولين، ولكني كما قلت لك من 2018 راه ما كان حتى حاجه، والامور كتزاد يعني تعكس، ودابا راه كما كتشوفوا الطريق راه كتزيد كتحفر، كتيح الشتا راه كتزاد، راه كتولي كارثه. انا اللي داز هنايا راه يتفزك. شنو عندك محل؟ محل خضره. دابا المشكل دابا الناس حتى اللي كيكونوا دابا باركين هنايا على حسب مشكل الطريق ما كيقدروش يباركيو هنا. علاش؟ اللي كيبغى يدوز من هنا ما كيبقاش كيفاش يعمل يدوز، كيضطر خاصو يبعد من هذه الحفره باش كيدوز. دابا الناس ما كتقدرش تباركي هنايا، ثاني حاجه كل عام كيتزاد هذا الشيء، عام على عام كيتزيد كيتحفر هذا الشيء. خصها ملي كطيح الشتا كيزيد، ملي كطيح الشتا كيزيد كيتحفر. واخا عمرناها رغبنا الناس وعملنا ردمه هنايا وداك الشيء ما عمل والو. تقريبا فوقاش هو هذا المشكل كامل؟ المشكل المده ديال واحد 6 سنين وزياده هي باش المشكل ما كيجيش استجابه من المسؤولين اللي خاطرت معاهم. كيدوزوا المسؤولين هنا كنهضروا معاهم كيقول لك اودي هذا الشيء ماشي على حسابنا، ما عرفناش مع من نهضروا حنا. كنطالبوا من الاحسن قبل ما تبدا الشتا يعدلوا هذا الشيء، عند هذا المشكل غيتزاد. المعاناه ديالكم تزاد معنا هذا من طبيعه الحال. طلبوا من الله خير ان شاء الله. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.